قبل حوالي 5 أو 4 سنوات كنا طالعين وكاشتين لهم جهة الصمان. أنا جبت القصيدة هذه على كلام أخوي محمد الفنتوخ يوم يقول جاب قارون والمال. أحيانا المال إذا ما استخدمها الإنسان وكرم فيه ما ينفع ولا يسر، لا شك يضره لا بالدنيا ولا بالآخر. فصار لنا موقف سبحان الله، يعني مقارنة بين إنسان أو ناس مريناهم يعني عاديين وناس تجار، وشوف آخر القصة وش اللي صار. حنا جينا وصار كاشتين بالصمان، كاشتين طبعا رحلتنا حنا أسبوعين، لكن من المواقف اللي مريناها مرينا بالصمان وصار علينا يوم فيه عجاج، وجينا وزبنا لنا راعي كرفانة وبيت شعر، وجينا عامل قلنا له حنا اليوم عجاج عادي، قال الله يحييكم وبرك الساعات وكفيلك بيسمح يبيج، قال كفيلي يفرح إذا شاف الضيوف، الله يحييكم تفضلوا، ويفتح لنا المكان ونجلس عنده يوم كامل لين الله خف العجاج من بكرة وراح عنا. وكل شوي جاينا عامل مع طاسة جايبين فيها حليب، قلنا أنت منه كفيلك وأنت منه كفيلك، قال أنا هذا كفيل اسمه غبيش القحطاني وهذا كفيل اسمه شلهوب ابن حسن القحطاني، أنساب عند بعضهم. وكل ما جينا ولهم والله عمالهم يرحبون يهلون شيء غير طبيعي، ما لقينا للعمال حن. جلسنا عندهم يوم كامل وذبحنا ذبيحتنا في محل اسمه جو البجادي، هالمكان اللي بالصمان هذا عند فيضة أم خرجين وأم قرون وفياضة الحاصبيات. طلعنا بعدها واستمرت رحلتنا على ما قال يمكن مشينا حول 1000 أو 1500 كيلو، كل يوم مكان كل يوم مكان. أنا سويت لي بديت بقصيدة كرد ثناء أبسويها يعني للربع ذا ولا للقحطين الله يبيض وجيهم، وخدت أرقامهم عشان إذا كملت القصيدة أرسلها لهم. جينا لنا مكان من ضمن رحلتنا، جينا مكان مزرعة كبيرة ومحمية وفيها كرفانات وفيها، لقينا الباب مفتوح ودخلنا. يوم جينا وجينا العامل، جينا عمال موجودين يمكن حوالي 5 وعندهم واحد سعودي شاب، سلمنا عليه قلنا يا لحية الغانم هالليلة ودنا نبيت بطرف هالمحمية إن كان ما يكلف عليكم. قال والله يا ليت الحلال لي، والله نبرك الساعات، لكن الحلال الواحد إن والله يا لو يشوفكم هالحين إن يسوي بنا المشاكل، تكفون تكفون اطلعوا بسرعة قبل يجي. قلنا هالمال وهالحلال، قال ما يبي أحد نبت. قلنا بشر بشر، دورنا يوم طلعنا ولا والله يوم نطحنا الرجال على جيب لكسز كبس لنا، قالوا شو مدخلكم؟ قلنا والله حنا أغلطنا يا لحية الغانمة وظروفنا، حنا نحسب ان اهل المكان ذولا يسمحون، واليوم علمنا الولد هناك، لكن العذر من الله ثمنك، قال لا تجون ولا تقربونا والله لا يحييكم مع السلامه ولا عمره، شوف روحوا سكوا الباب لا عمركم تدخلون. قلنا اي والله طلعنا، يعني طبعا التجاره والمال واضحه على 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 الشخص ما في كلام من المحلات. عاد التفت على رفيقي انا عبد الله كريد ابو محمد، قلت شوف يا ابو محمد سبحان الله شوف الفرق بين الرجل ذاك، ما لقيناه القحطاني قبيش، لقينا عماله وشوفوا ايش سووا، وهذا لقيناه هو عماله والوكيل حقه ولا قدروا يعزمونا ولا على فنجان القشاء. القصيده تو ما كملت يا ابو محمد، طلعنا يوم طلعنا قلت بس لحظه كملت القصيده عادوا، وقلت بهالمناسبه هذه الابيات اقول قبيش جانا العج وحنا خطرناه، حسب السلوم اللي حصل من موانه، والله ما نعرفه ولا قط شفناه، لكن شفنا صورته في مكانه، جينا المكان وكل عامل نصيناه، لازم يقول اقلط وينطق لسانه، يقول عمي قال لا شفت ولفاه، تراه مهل الدار والبيت عانه، الخنفري بيت الشعر زان مبناه، وبالعز وبالسلطان للضيف صانه، وش الهوب لمنه بعد حل طرياه، نعمين ما تكفيه شيخ الرزانة، يبلج حجاجه والتراحيب تزهاه، جو البجادي ما نزل في طمانه، بالمرقب اللي كل من جاه ناداه، حر شهر ما منزله بالعدانه، وسلام مني للقحاطين مبداه، وختامها يوصل عليهم امانه، باسمي واسم ربعي نقوله ونجداه، رد الثنا واجب علي ترجمانه، والمشتكى من عقبهم بس لله، من واحد شفنا بوجهه مهانه، لا عامله ولا وكيله ولياه، ما حد عزم حتى على الاستكانه، صدقت يا بن عون في بعض الاشباه، الرحمه راه دوب يكفلتانه. سلامتك. سلام. طبعا ابن عون يقول
لا يا بعد ناس تكبر على ويش انا ويش اللي شافت الناصي تلوت خششها لو يملكون من رؤوس الاموال قديش در الحماره ذوب يكفي جحشها ورؤوس الضبه ما اذكر فيها عرميش لوهي على الزيله كبار شوشها وسلامتك سلام سلام يلا بيضك.